جملة دايما بنقولها طول ما احنا ماشيين في حياتنا، الحياة تحديات. جالي فشل في النخاع العصبي، يعني مفيش حاجة شغالة، انت معرض للموت في اي لحظة. حادثة حصلت في 2009 زي عرق صغنن هو بس اللي كان مرتبط بيها، لكن العظم كان منتهي. احيانا بنتحدى الزمن عشان ننجز طموحاتنا في اقصر وقت ممكن. طبعا ما كنتش في اي حاجة بتتحرك في جسمي. قلت لا، يعني اكيد ربنا مش هيسيبني كده. واحيانا بنتحدى الظروف اللي بتحط قدامنا عراقيل وصعوبات. فجأة تحس تعبانه جدا، مجهده جدا، بتشوف الكوره 2-3-4 فجأة بتقعي في مرمى، ودنيتنا ما بيبقالهاش طعم من غير الحافز اللي بيزقك لقدام. حياتنا مع دعاء فاروق، الاحد 10 مساء على النهار.